مسافرين معاكم في تغطيه مونديال الاذاعه والتلفزيون، ومنورانا دلوقتي النجمه الجميله واللي دايما بتشارك في كل سنه في مونديال الاذاعه والتلفزيون وبيكون تواجدها مميز جدا، النجمه عايده رياض. برحب بيكي ودايما طلتك منورانا. اهلا بيكي، اهلا بيكي، واهلا بالقناه الجميله، واهلا بيكي، وبتباشر بيكي لما اشوفه كل سنه ان شاء الله، مش السنه الجايه، قبل السنه الجايه العراق هترجع بيكو بجيشها وشعبها. انتوا البلد العريقه العظيمه هترجع بيكو انتوا ان شاء الله ان شاء الله. رايك ايه النهارده في المونديال؟ ويمكن انت من الفنانات المشاركات دايما وبتيجي دايما في حب مصر وفي حب الدول العربيه، في حب العراق، في حب الكويت، في حب الاردن، في حب كل الدول العربيه. طبعا الدول العربيه دي وطننا، كلنا شعب واحد، يعني اسامي بلاد بس احنا كلنا، والمحن بينت مين اللي واقف جنب مصر، بيحب مصر، السعوديه والكويت والامارات والبحرين والاردن، كل دول وقفوا جنب مصر، وقفوا وقفه جامده، وكل الشعب المصري يعني وعبال يا رب العراق، وعبال اليمن ما تستقر ان شاء الله، وليبيا، كل البلاد بينا كلنا، بس لازم نتحد بجد عشان نطلع الارهاب، لازم نحارب الارهاب. دي اول حاجه نحارب الارهاب ده كلنا، مش هيطلع الا اذا تعاوننا كلنا مع بعض، كلنا لازم نقاوم ان شاء الله. يعني انا مش هبقى سعيده ومش هبقى فرحانه، انا فرحانه اني شايفه كل المفكرين والفنانين العرب اللي كلنا بنحب بعض، واديكي شايفه نتاج المهرجانات ديت اللي بتحصل، ان بقى في مسلسلات فيها لبنانيين وسوريين ومصريين وخليجيين وكويتيين وسعوديين من كل الاطياف. يعني انتاج بقى في تعاون، مسلسلات ناجحه، وبقى في تعاون اقتصادي وفني ومصورين ومخرجين ومنتجين والسياحه. العرب هم اللي قوموا السياحه في مصر، هم اللي وقفوا جنب مصر، وهنقف جنب كل البلاد العربيه ان شاء الله. يمكن السنه دي مختلفه شويه بالنسبه للعراق في المونديال، يمكن اكبر وفد عربي موجود في المونديال السنه دي هو وفد العراق، رايك ايه في الموضوع ده؟ عند النهارده الكلمه اللي اتقالت من اللي طلع اتكلم العراقي، ما عندكيش فكره الصاله، التسقيف كان اشعر جسمنا كلنا، دي حته مننا العراق بجد، يعني العراق دي حته مننا، الواحد يعني بيبقى يقعد يسمع الحاجات دي وقلبه بيتقطع على الذبح والارهابيين السفله، يعني حاجه صعبه جدا، بس ان شاء الله هترجع العراق بشعبها، ومش هيحتاجوا لحد غير التعاون من العرب ان شاء الله. العرب يفضلوا طول عمرهم مع بعض ونقاوم الارهاب مع بعض، وان شاء الله كل البلاد العربيه ترجع في حضننا تاني، في حضن مصر الام، وربنا يخلينا السيسي يا رب. كل جمهور شاشه البغداديه اللي دايما متابعين اخبارك، عايزين نعرف جديدك في الفتره الجايه. الفتره دي لسه مخلصه فيلم اسمه حكايه قبله، ودي اخر حاجه. ايه بقى الفيلم؟ احكي لنا كده، انت دايما بتقدمي لنا في كل حاجه بتعمليها حاجه مميزه في الشخصيه، لذيذه جدا وحاجه بسيطه ولذيذه، بس مش هقدر عشان دي لسه ما نزلتش خالص. الدور ملامحه ايه؟ دور حلو، ام لطيفه لذيذه، ام مش تقليديه. يعني ايه ام مش تقليديه؟ الامهات كلهم تقليديين. لا، ام ظريفه لذيذه، يعني من واقع الحياه. مين بيشارك حضرتك البطولة؟ في ياسمين الرئيسة، يعني نخبة جميلة ووجه جديد جميل اسمه أحمد مهران، يعني ليه مستقبل إن شاء الله. يعني كل عمل بتقدميه دايما بتضيف لنا كل جديد، ودايما بيبقى فيه هدف من العمل اللي بتقدميه. في الفيلم تحديدا يعني الدور بالنسبة لك شايفة ازاي؟ أنا مش هحكي حاجة عن الفيلم عشان لسه، أنت عايزة المخرج يعمل لي إيه؟ أنا عايزة حاجة حصري. لا لا لا، مفيش أي حاجة، هي دي آخر حاجة، آخر حاجة حصرية، هي في رمضان الزاد دهشة مع الفقراني، أستاذ الفقراني والمخرج شادي الفقراني والنخبة الجميلة، الفنانين كلهم كانوا معانا، وجزء تاني شارع عبد العزيز والمرافعة. كل سنة وأنت طيبة. المرافعة أنتم مشاركين السنة دي في المونديال. كلمينا طبعا مشاركة المرافعة في المونديال. ما هكلمك أقول لك إيه لسه. وتحيا مصر. إن شاء الله في كل البلاد العربية هيكون في الانتصار العظيم على الإرهاب.